عبرت آخر قافلة من الجنود الأمريكيين الحدود من العراق إلى الكويت فجر الأحد منهية رسميا انسحاب القوات الأمريكية بعد نحو 9 سنوات من الحرب والتدخل العسكري، والذي أودى بحياة نحو 4500 أمريكي وعشرات الآلاف من العراقيين تاركين خلفهم بلادا تعيش على وقع أزمات سياسية مغلفة بتحديات أمنية كبيرة. وكان جنود اللواء 3 من فرقة سلاح الفرسان الأولى آخر من اجتاز الحدود العراقية الكويتية بعد نحو 8 سنوات و9 أشهر من عبور القوات الأمريكية للحدود ذاتها في الاتجاه المعاكس في بداية عملية تحرير العراق. وغادر الموكب الأخير الذي ضم 110 آليات تحمل على متنها 500 جندي معسكرا يبعد حوالي 350 كيلومترا عن المعبر الحدودي العراقي الكويتي الذي لفته الأسلاك الشائكة. وبدأت آخر الآليات الأمريكية تجتاز المعبر الحدودي في الصباح الباكر وسط تصفيق وصيحات الجنود، قبل أن تسدل بعد 8 دقائق من ذلك الستار على أكثر الحروب الأمريكية إثارة للجدل منذ حرب فيتنام قبل نحو نصف قرن. وسيبقى في العراق 157 أمريكيا يساعدون على تدريب القوات العراقية ويعملون تحت سلطة وإشراف السفارة الأمريكية، إضافة إلى فرقة صغيرة من المارينز مكلفة حماية بعثة بلادها الدبلوماسية. وقد جاء الانسحاب الأمريكي تطبيقا لاتفاقية أمنية وقعت عام 2008 بين بغداد وواشنطن، علما أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أكد في تشرين الأول الانسحاب الكامل إثر رفض العراق منح آلاف الجنود الأمريكيين حصانة قانونية.